الرئيس السيسي يتفقد مواقع العمل بمشروعات تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى. الرئيس السيسي يرحب بالجهود المشتركة لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل والهادفة لتحقيق السلام. واليوم انطلاق انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل وسط التأمين الكامل من القوات المسلحة والداخلية. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدداً من مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبرى، ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بمعايير ومواصفات الطرق الحرة وتطبيقها خاصة بطريق الدائري الأوسطي ليكون بأوسع عرض ممكن وبدون تقاطعات مرورية. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبرى، خاصة مناطق التجمع الأول بالقاهرة الجديدة وطريق السويس ومحور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة إلى الطريق الدائري الأوسطي، الذي تفقد السيد الرئيس مجمل الأعمال به من بدايته بمناطق شرق القاهرة، مرورا بكوبري البدرشين أعلى نهر النيل الذي يصل بين مدينتي حلوان والبدرشين، حتى مناطق انتهاء الأعمال به بمناطق غرب القاهرة. الحمد لله يا فندم، القطاع ده الحمد لله لحد طريق أسوان الزراعي خلص بنسبة 100% يا فندم، بإجمالي أطوال 7 كيلو يا فندم. عزبة الوالدة اللي احنا كنا بنعملها؟ عزبة الوالدة اللي عند ستك عديت عليها. أيوة يا فندم، الحمد لله المشكلة اتحلت وخلصنا كوبري 100% الحمد لله. والأهالي يا فندم اتعوضت يا فندم. الأهالي اتعوضت يا فندم. الكوبري يا فندم عرض النيل هنا 270 متر، فتحه ملاحيه 130 متر يا فندم. دي يا فندم حاجه تبع الري، بمشايات بيطهروا بيها الحاجات. طب من فضلك احنا بدل ما عملنا الكوبري كل الحاجات المحيطه بقى تمام ترجع في بيتها وخلاص، تمام حتى كنا احنا اللي هنعملها. تمام يا فندم، ماشي تمام يا فندم، شكرا. وقد ناقش السيد الرئيس المهندسين والعاملين بعدد من تلك المواقع حول الموقف التنفيذي الإنشائي لتلك المشروعات ومعدلات الإنجاز اليومي وتوقيتات الانتهاء منها، حيث وجه السيد الرئيس بالالتزام الدقيق بمعايير ومواصفات الطرق الحرة وتطبيقها خاصة بطريق الدائري الأوسطي ليكون بأوسع عرض ممكن وبدون تقاطعات مرورية وباستخدام الكباري والأنفاق ليساهم في إنهاء التكدس المروري وخفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث حفاظا على حياة وسلامة المواطنين. موجود على الطريق كله فندم بالكامل 7 كباري واثنين نفق أفراد فندم لتسهيل عبور المشاة من الجهة دي للجهة دي فندم، وبالإضافة ل 11 بربخ خرسانة لتعدية المياه بتاعة الترع والمصر. ما عملتوش ليه للناس الزراعيين أنفاق تحت الطريق عشان معمول يا فندم سيادتك عدد 2 نفقة وتم تحديد أماكنهم بوسط الأهالي. فضلكوا قد إيه؟ إن شاء الله يا فندم القطاع 8 كيلو ده يا فندم يتم الانتهاء منه في مارس 21 إن شاء الله. كده يبقى خلصت إن شاء الله يا فندم. الله بالتوفيق إن شاء الله. تمام. أرجو إن إحنا برضه نخلي بالنا الموضوع الوقاية. أوامرك سيادة. كما تفقد السيد الرئيس مجموعة الطرق والكباري بمحور متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة الذي يعتبر شريان الحياة بالمنطقة الجنوبية في القاهرة، ضمن مكونات مشروع تطوير المنطقة التاريخية والتراثية بعين الصيرة وبحيرة عين الحياة. الكوبري ده سيكون بياخد القادم من الكورنيش اتجاه الاستراد، اعلى كوبري التونسي يا فندم، رابطين سيادتك في الاربع اتجاهات، كل كوبري 3 حاره مروريه في الاتجاهين. 9 كيلو تسعة كيلو اتاخرنا. تمام سيادتك. ليه؟
الازالات بس يا فندم، الباقي بعض الاجزاء المحافظه فندم بس هي بتنقله. عايزين نخلص بقى، مش عايزين يسيب لي خالص، مش عايزين يسيب لي خالص. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وفي تدوين له على فيسبوك قال الرئيس السيسي إنه يثمن الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. هنأت وزارة الخارجية السودان الشقيق بالتطورات الأخيرة الهامة والتي تدفع نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهيدا للتصديق عليه خلال المرحلة المقبلة. وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن يدشن القرار الأمريكي الأخير بدء مرحلة جديدة في العلاقات البناءة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق مصالح الجانبين، وأن تطوي تلك التطورات الهامة سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان. كما أكدت الوزارة ثقتها في أن يشكل التطور الأخير بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وبما يمهد لعودة السودان للاضلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية. أعلن البيت الأبيض التوصل لاتفاق بين السودان وإسرائيل يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة. وذكر بيان مشترك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحدثوا هاتفيا، حيث ناقشوا ما قالوا أنه تقدم للسودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف أعباء ديون السودان. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مراسم توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان ستجرى في العاصمة واشنطن، مضيفا خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن دائرة السلام آخذة في التوسع. كما أكد ترامب أن السودان أظهر التزاما بمحاربة الإرهاب. هذا وقال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إن الحكومة الانتقالية في السودان وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإن المصادقة على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ تظل من اختصاص المجلس التشريعي في البلاد. وأضاف الوزير السوداني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن هذا الاتفاق ينهي حالة العداء مع تل أبيب، مشيرا إلى أنه سيترتب عليه كثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاستثماري. هذا وقد رحبت الإمارات بتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي. وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها إن قرار الخرطوم في مباشرة العلاقات مع تل أبيب يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي.
اليوم انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل وعلى مدار يومين، وتجرى عملية الاقتراع في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومطروح. ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية. هذا وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص خط ساخن رقمه 19826، وذلك لاستقبال والرد أيضا على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب. كما شكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظي ودوري، ورصد أي شكاوى متعلقة بالانتخابات. فيما رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد والاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين انتخابات مجلس النواب من خلال انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان والمحاور والطرق الرئيسية والمنشآت الهامة والحيوية، وتسيير الدوريات الأمنية للتعامل الفوري مع أي خروج عن القانون، وبما يسهم أيضا في توفير مظلة أمنية للمترددين على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب. القوة، الانضباط، التأهب، الاستعداد والجاهزية أهم ما تتميز بها القوات المكلفة بتأمين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تجرى في 14 محافظة. جاهزية تلك القوات هي ما توفر مظلة أمنية للمواطنين ليتسنى لهم التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب. وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية شاملة تشارك فيها كافة قطاعات الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب، تعتمد على السرعة في التعامل مع المستجدات الأمنية والحسم مع أي خروج عن القانون. الخطة تتضمن انتشاراً أمنياً مكثفاً بمحيط لجان الاقتراع من خلال وجود خدمات أمنية أمامها تضم عناصر من الشرطة النسائية مع وجود حرم آمن بمحيط كل لجنة، وتقوم القوات المكلفة بالتأمين بتمشيط متواصل بمحيط اللجان مع يقظة عناصرها المدربة للتعامل السريع والفوري مع أي خروج عن القانون. وقد زودت القوات المكلفة بالتأمين بأحدث المعدات والمركبات التي تضمن لها الجاهزية والقدرة على التعامل مع المستجدات الأمنية. قوات التدخل السريع والأقوال الأمنية تغوب الشوارع والميادين المختلفة على مدار الساعة لرصد الحالة الأمنية، وتتميز تلك القوات بجاهزيتها وعناصرها المدربة للتعامل الفوري مع أي خروج عن القانون. كما انتشرت الخدمات والتمركزات الأمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية بالتوازي مع تأمين سير العملية الانتخابية. قد أعدت وزارة الداخلية غرفة عمليات رئيسية تتابع من خلالها وبالتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الأمن سير العملية الانتخابية، وترصد الحالة الأمنية على مدار الساعة وكذا أي خروج عن القانون، وبما يسهم في سرعة التعامل مع كل ما يخل بالأمن العام. هذا الانتشار الأمني الفعال
يسهم في تحقيق أقصى درجات الانضباط وانتظام سير العملية الانتخابية تحت مظلة من الأمن والأمان توفرها لهم أجهزة وزارة الداخلية. شددت وزيرة الصحة هالة زايد على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة ضد فيروس كورونا أثناء انتخابات مجلس النواب. وأوضحت الوزارة أنه تم الدفع ب 1411 سيارة إسعاف مجهزة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهرية يتم توزيعها على المقار الانتخابية وعلى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية. كما وجهت وزيرة الصحة بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة خلال هذه الفترة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات على مدار 24 ساعة. هذا فيما قامت فرق التعقيم بتطهير المقار الانتخابية واللجان من الداخل، وذلك من خلال مواد آمنة وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لحماية الناخبين من فيروس كورونا أثناء التصويت في انتخابات مجلس النواب. استعدادا لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة إجراءات احترازية لحماية الناخبين من انتشار عدوى فيروس كورونا. هذه هي فرق التعقيم التي قامت بتطهير كافة المقار الانتخابية واللجان من الداخل من خلال مواد مطهرة آمنة. الفرق كلها تم انتشارها في جميع المحافظات التي سيتم فيها الانتخاب لتعقيم كل اللجان أثناء عملية التصويت. والتعقيم بيتم خلال 48 ساعة اللي بيتم فيهم التصويت. اللجنة تبقى آمنة ما فيش فيها أي فيروسات. ده بالإضافة أن كل اللجان تم وضع بوابات التعقيم أمامها. الإجراءات الاحترازية امتدت أيضا لتتضمن بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة الخاصة بالناخبين قبل دخولهم وتوفر المواد المطهرة للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا. بيتم قياس درجة الحرارة وفي الكمامات وفي جوانتيات وفي كحول، كل ده بيتوزع على الناس بحيث أنها تخش اللجنة وتطلع منها بسلام، مفيش من غير أي مشاكل. ومن المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى في الداخل على مدى يومين 24 و25 من أكتوبر في 14 محافظة. شيرين مجدي، إكسترا نيوز. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إرسال 34 طنا من مستلزمات الرش والمبيدات والمعدات الخاصة بالرش إلى السودان لمساندة الشعب السوداني في مجابهة أثار الفيضانات والسيول، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وكشف دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة عن إرسال قافلة طبية إغاثية إلى السودان خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يصاحب القافلة شحنة من المساعدات الإغاثية تبلغ 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد مجاهد استمرار فتح الجسر الجوي بين البلدين بتوجيهات الرئيس السيسي لنقل المساعدات الطبية المقدمة من مصر إلى السودان دعما للمنظومة الصحية وللشعب السوداني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن لأحد إلقاء اللوم على مصر بسبب غضبها من التجاوزات الأثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة الذي يؤثر سلبا على مياه النيل، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء السودان بعد إعلان تطبيع مع إسرائيل. وقال ترامب في هذه المكالمة موجها حديثه لحمدوك إن مصر هددت بتفجير سد النهضة وإن الوضع غاية في الخطورة ولا يمكن لأحد أن يلومها على ذلك. ووجه ترامب سؤالا إلى حمدوك عن آخر المستجدات فيما يتعلق بوضع سد النهضة، مؤكدا أنه يرفض التجاوزات الإثيوبية، خاصة بعد أن كان قد تم التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية أمريكية وفي آخر لحظة انسحبت إثيوبيا منه. وقال ترامب إن مصر لديها كل الحق في حماية حصتها في مياه النيل، وأكد أن تجاهل إثيوبيا للاتفاق هو أمر غير مقبول مما دفعه لفرض عقوبات على إثيوبيا وإيقاف عدد من المساعدات.
رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف، وأوضح أن النجاح الذي تحقق جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي، كما ثمن اتفاق العسكريين الليبيين على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الإسهام في الجهد الحالي وضمان عدم التصعيد. وعبر حافظ عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد. هذا ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وأكدت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك أن هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق المصالح المشتركة لجميع الليبيين في خفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب. أدانت اليونان إخطارا ملاحيا وصفته بغير القانوني أصدرته تركيا للإشعار بعمليات بحث قرب إحدى الجزر بالجرف القاري اليوناني. وأكدت الخارجية اليونانية في بيان لها أن الإجراءات غير القانونية لأنقرة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتزيد من مناخ التوتر وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. أدانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قيام تركيا بإجراء تجارب على منظومة الإس 400 الروسية، وقال البنتاغون في بيان له إن تشغيل تركيا منظومة الدفاع الروسية لا يتوافق مع التزاماتها كحليف للولايات المتحدة الأمريكية، ووضع علاقات أنقرة وواشنطن الأمنية في خطر، وأنه على تركيا أن تعترف أن هناك عواقب بعد تجربتها لمنظومة الإس 400. هذا وانهارت الليرة التركية في ختام تعاملات الجمعة لرقم تاريخي أمام الدولار، حيث انخفضت إلى 7.96 من 100 ليرة مقابل الدولار بعد أن انخفضت بأكثر من 2% على الفور عقب قرار المركزي التركي بالإبقاء على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير، لتقترب بذلك من مستوى قياسي جديد ألا وهو 8 ليرة للدولار الواحد. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن 10 حالات وفاة. وأشار دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 89 متعافياً من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98713 حالة. قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن انتشار فيروس كورونا سيخلق صعوبات كبيرة جدا في الأشهر المقبلة، وأضاف في تصريحات له أن العديد من الدول تواجه ارتفاعا حادا في معدل الإصابات، ما قد يؤدي قريبا إلى استنفاد موارد نظم الرعاية الصحية، داعيا قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون زيادة الوفيات وإغلاق المدارس مرة أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة، وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 8,733,000 ألف حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 229 ألف حالة.
قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن ألمانيا سجلت أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن 49 حالة توفاة، وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 417 ألف حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 10 ألف حالة. تفقد وزير السياحة والآثار خالد العناني متحف آثار شرم الشيخ للوقوف على آخر أعمال سيناريو العرض المتحفي واللمسات النهائية للمشروع تمهيدا لافتتاحه. أوضحت الوزارة في بيان لها أن جولة الوزير تضمنت تفقد قاعات العرض المتحفي والمدخل الخاص بها ومناطق العرض الخارجية والنافورة والبزارات، مضيفة أنه تقرر فتح المتحف طوال أيام الأسبوع لفترتين، إحداهما صباحية والأخرى مسائية، وذلك في إطار سياسة الوزارة لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية. تتواصل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة تحت شعار الإنسان والحلم، ويعقد المهرجان هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير أعلى درجات السلامة والأمان للحضور. ومهرجان الجونة هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة لجمهور السينما وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما. ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. شهدت مدينة شرم الشيخ رفع العلم المصري فوق سطح الماء بخليج نعمة ليكون أطول علم في العالم بطول 2125 متراً. شارك 8 غواصين في الحدث بقيادة الربان ولاء حافظ، وأتي هذا الحدث بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر والعيد 53 للقوات البحرية. الآن مع أخبار الرياضة. تأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه إيابا في نصف النهائي على الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف لهدف. سجل كل من مروان محسن وحسين الشحات وأسر إبراهيم أهداف المارد الأحمر، بينما سجل هدف الوداد زهير الترجي. وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 5-1 بمجموع لقائي الذهاب والإياب ليلاقي الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها الأول من شهر نوفمبر المقبل. والآن أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد السبت، يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، كما تمتد لمناطق متفرقة من الدلتا ومدن القناة قد تصل إلى القاهرة الكبرى. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. We'll be right back.
الآن إليكم تذكرة بأهم عناوين النشرة. الرئيس السيسي يتفقد مواقع العمل بمشروع تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى. الرئيس السيسي يرحب بالجهود المشتركة لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل والهدف لتحقيق السلام. واليوم انطلاق انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل وسط تأمين كامل من القوات المسلحة والداخلية. في الختام نحيط علم السادة المشاهدين أن تردد أكسترا نيوز اتش دي هو 12303، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب أفقي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.